لقوا دباب وبرمجة في كل مكان يعني إلا اليوم لا رجعون. النهاردة يعني في عزاء الأستاذ عنان الجلالي، طبعا رجل الأعمال الشهير التي يمتلك يعني سلسلة الفنادق الشهيرة والعالمية والتي تسمى باسم يعني هلنان، ودي يعني توفى إلى رحمة الله تعالى منذ أيام، ليقام العزاء هنا في مسجد المشير طنطاوي بالتجمع الخامس. زي ما حضراتكم شايفين يعني غياب المشاهير، لكن حضر يعني رجال الأعمال، وهنا إلى العزاء. طبعا ابني يستقبل العزاء في والده زي ما حضراتكم شايفين، طبعا مع يعني أصدقائه. رجل الأعمال الأستاذ عنان الجلالي التي توفى منذ أيام، طبعا يعني من مواليد القاهرة، وتوفى عن عمر ينازه 77 عام بعد تعرضه لوعكة صحية في الدنمارك. طبعا يعني هو سافر الدنمارك من هو صغير، بدأ حياته هناك ب$10 فقط، ليمتلك الآن أحد أكبر سلاسل فنادق يعني عالمية باسم هلنان. طبعا توفى في الدنمارك بعد تعرضه لوعكة صحية كبيرة، ليتوفاه الله طبعا، وتعلن أسرته طبعا يعني عن موته، وتم دفنه طبعا في مقابر العائلة منذ أيام. وهنا يقام العزاء في مسجد المشير طنطاوي وبالتحديد قاعة السلام. زي ما حضراتكم شايفين ابن الأستاذ عنان الجلالي يستقبل عزاء والده طبعا وسط أصدقائه وسط العائلة. طبعا لم نحضر أحد من الفنانين والمشاهير، لكن حضر رجال الأعمال أصدقاء يعني الأستاذ عنان الجلالي رحمه الله. نتمنى من حضراتكم الدعاء له بالصبر والسلوان لكامل أسرته، وأن يتغمدوا الله عز وجل بكامل رحمته الواسعة. زي ما حضراتكم شايفين ابنه هنا يستقبل العزاء في الصفوف الأولى للمعزيين. مشاهدينا الكرام، مشاهدي منصة أبو كبير ميديا في كل مكان، نذكر حضراتكم نحن متواجدين هنا في عزاء يعني رجل الأعمال الشهير عنان الجلالي، الذي يمتلك يعني صرح كبير جدا من سلاسل الفنادق العالمية في الدنمارك. يعني زي ما حضراتكم شايفين هنا وسط رجال الأعمال أيضا.
مشاهدي ابو بير ميديا في كل مكان، بذكر حضراتكم ان احنا متواجدين في عزا عنان الجلالي، رجل الاعمال الشهير الذي توفى عن عمر نازل يعني 77 عام. قلنا لحضراتكم عن قصه كفاحه الكبيره في الدنمارك بعد ما بدا ب 10 دولار فقط ليمتلك دلوقتي، طبعا يمتلك دلوقتي حتى الآن يعني أكبر سلاسل فنادق في الدنمارك باسم هيلنان. نتمنى من حضراتكم الدعاء له يعني، ونطلب من الله عز وجل أن يتغمدوا بكامل رحمته والوسعة ويسكنه فسيح الجنات، وطبعا يعني ويعطي كل الصبر والسلوان لكامل أسرته.